الأبحاث أنه كيقولوا قتل على وجه الخطأ، لابد أن يكون هناك الركن المادي غير متوفر، لأن القصد في الجريمة ما هيش موجودة الركن القصدي، وبالتالي هناك مثلا قتل على وجه الخطأ كمن كسائق الحافلة أو السيارة الذي يدهس شخصا ويقتله، هذا يسمى قتل على وجه الخطأ. إنما قد تتكيف الجريمة هناك بطريقة أو بأخرى، أنه مثلا بعد سيد حاكم التحقيق يهبط يباشر المهام نتاعه، ومن بعد يقع يحل بحث في الموضوع، وإذا كان اتضح أنه حتى ولو كانت عملية قتل هناك دفاع شرعي مثلا بين زوج أشخاص، تتكيف على مستوى على الدفاع الشرعي، أو يجب يكون أنه هناك قتل على وجه الخطأ، أنه الإنسان لم يقصد قتل ذاك الإنسان وكان هناك خطأ، وبالتالي تتكيف على أساس القتل يعني على وجه الخطأ وليس القتل. نعم، حكم القتل العمد في تونس هو الإعدام. الإعدام هذا حسب المشرع التونسي، معنا لا جدال في هذا، ولم يتغير هذا الحكم منذ تم سنه هكا ولا زي ما هو، ما تغيرش ومازال موجود. نعم، نواصل مع التليفونات اللي معنا. أختنا أمال من صفاقس، أهلا وسهلا بك أمال. أمين معنا من صفاقس، مرحبا بك يا أمين، أهلا وسهلا بك خويا، مرحبا بك، أهلا وسهلا بك، نشكرك على البرنامج هذا. يعيشك سي امين. يعيشك، حبيت نلاحظ حاجه برك. كل انسان كيقتل انسان خوه، كان قبلنا روى كل هو اساس في حاله غير عاديه نتاعو، معناتها ماهوش معناتها واخا حاجه مخطره اللي هو، فهمت؟ باهي. معناتها مش حاسس بروحه كيفاش عمل، باهي ولا مش ديما هذا، مش ديما، مش ديما في بعض الحالات، مش ديما. في بعض الحالات هذيك الصحه. ايوه. نسمع احنا نقولوا، فهمت؟ ايوه. خلي من انسان يقتل خوه هو معناتها صاحي يرى فيه. والخوة ذي هو خو مسلم، فهمت؟ دونك الشيء ذي علاش مع تميز هذا هو المحيط، المحيط اللي عاش فيه. نعم. الشيء اللي عاش فيه هو معناتها من بطالة من برشا حوايج، فهمت؟ ايش بيه يا اخي تو كل واحد بطال ولا كل شخص مهمش يمشي يقتل يا امين؟ معناها هل هذا يعد فعلا تبرير لوضعية اجتماعية معينة؟ يا اخي كامل البطالة فما تو مئات وآلاف فما حوايج كون هما تقلهم معناتها في حالة لا تثلها، تقلقت في جهة، البو في جهة، فهمت؟ يمكن هو يطلع ناقم مع الشيء هذاك، فهمت؟ معناتها موش حاف حاتشي، معناتها يطلع ناقم مع الحاتم، يطلع ناقم مع برشا عباد، فهمت؟ أيوة. شنو قصدي؟ واضح، معناها أنت تعتبر أنه أحيانا من يقتل يعد هو أيضا ضحية لظروف معينة ولعوامل معينة، أيوة. وإذا ربي تنعرف احنا هذايا، هذا مش متاع تونس، هذا جاي من برا. الارهاب مش نتاعنا وما نحبوش يكون نتاعنا، ماهوش نتاع الاسلام اصلا. معناش بيتنا احنا، معناش بيتنا في تونس، معناش. نعم. معناش مثل قف هو مثل، معناش هذا، معناش جملة. نعم. ما عشناش قبل، ما نعرفوهاش هذايا، فهمت؟ نعم. ما عندنا حاجة برك، كونوا علاش معناتها حتى الانسان عاون الامن، هو عبد كيف كيفه، فهمت؟ عايش يموت هكا، يحط عائلة نتاعه في جرته عليه، فهمت؟ أمه وأبوه وأخواته كيف كيف راهو. وهو عون الأمن ولا الحرس ولا جنود تونس، هذوما خوك وبوك وبويا وخو الناس الكل ويحمي أرض تونس، معناها هذاك هو احنا وهو كيف كيف راهو، معناها اللي يمس هو يمسنا احنا، مؤكد. وحتى الإعفاء اللي قال عليه رئيس الحكومة، الإعفاء هذاك وأنتم اللي حطوا على الإعفاء اللي خرجوهم، كيف كيف من واحد اللي خرج من الإعفاء نتاعو شقت مرته. به واضح، هذه مسألة أخرى تم تعرضوا لها فيما بعد مع سي محمد الفقي، ولكن مع الشكر والتحية يا مين، مع التحية على تدخلك. سي عمر أشار إلى مسألة العوامل وبعض الظروف اللي ممكن الإنسان يعيشها في حياته، ولكن هل الظروف هذه توا سي عمر، هل ترى مبرر أنه نفسر بها ما يطرأ على المجتمع من سلوك مرفوض ومشين؟ احنا كما قلنا معناها مسألة القتل هذه قديمة في التشريع الرباني، ربي سبحانه وتعالى قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، بحيث الحكم هذا حكم قديم موش جديد، وإنما شرع من قبلنا هو شرع لنا. حبيت نقول ثم حاجتي في تونس. نعم. أول شيء ثم ربما دوافع سياسية وثم أجندات خارجية، صحيح هذا لا ننكره، لكن ثم جانب آخر اللي هو ثم فكر معين يحاول أن يسيطر ويحاول أن يهيمن، ربما يعتبر البوليس والحرس والجيش يعتبرهم طاغوت، وهنا نحبوا صح المفهوم نقولوا معناها بالعكس هذوم خيانا اللي يحرسوا في الوطن، وهذوما قاعدين يسهلونا في حياتنا ويحفظوا في الأموال وفي الأعراض وفي الأنفس. نعم. وبالتالي راه الطاغوت في الاستعمال القرآني هو الشيطان،
ونقولوا معنا حاشاهم الرجال الأمن متاعنا أن يكونوا من الطواغيت، بالله نحسنوا من مفاهيمنا ونحاولوا نتجاوزوا. والطاغوت هو المستعمر، وهو الأجنبي الغادر الغاشم اللي كان قبل معنا يهاجموا في عقر داره، واليوم يلزم ثم تطوير للمسألة ويلزم فهم للمسألة من جانب آخر. النقطة الثانية هي مسألة التكفير. تو يقول لك النظام في تونس نظام كفر، قطع نظر معنا عن الألوان السياسية. علاش كافر؟ لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، ما يحكمش بما أنزله الله سبحانه وتعالى. إش قالوا بعض المفسرين؟ قالوا إذا كان ثم إنكار، إذا كان يجي إنسان يقول لك لا أنا ما نحكمش بالقرآن مثلا، على اعتبار وأنه يقول لك القرآن هذايا لا يلزمني وإلا غير صالح، أستغفر الله، إذا كان قال كلام هذايا فهو كافر. لكن إذا كان ثم ظروف خارجية خلته ما يحكمش بالشريعة، ما يحكمش الشريعة، هذا لا يعتبر من الكفر البيني. وربما نرجع هنا حتى لما قاله معنا المفسرون الآية الثلاثة معنا في سورة المائدة، فأولئك هم الكافرون، والآية الأخرى نلقاه أنه ما ثمشي تكفير، معناها التأكيد على التكفير بمعنى إخراج من الملة. هنا أنا شو نقول، حب نرجع ربما في الأسباب اللي سي محمد راهو تجفيف المنابع لعب دوره. يعني ثم قضاء من الفترة البرجيبية وبعد الفترة جت بعدها على كل ما هو دين وعلى كل ما هو تعليم ديني، والناس ولات معنا مشتاقة ومتشوفة إلى الفضائيات في الخارج، ولت عنا أفكار متضاربة، ولت عنا ثقافات مستوردة، رغم اللي تونس هي التي كانت تصدر. جامعة زيتونة كان مران منارة من المنارات، ياليت يرجع الدور متاع جامعة زيتونة، وياليت مؤسسة الإفتاء تقوم بدورها، وبالتالي تولي ثم معناه رجوع إلى المعادن ورجوع إلى المعدن الأصيل. نعم. هذه نقطة أولى. نعم. والنقطة الثانية هي وأنه اليوم معناها العالم معناها أصبح قرية، واليوم معناها شكون يحب لك أنت في هالربيع العربي؟ من يريد لك النجاح؟ نعم. بالتالي أنا نقول للتوانسة، نقول مزيدا من الصمود، مزيدا من الوقوف مع بعضنا بعضا، لتكن ولتبقى الأيدي ممدودة من أجل مصالحة وطنية، من أجل بناء هذا الوطن وتجاوز هذه المحن. نعم، أنت سألت سؤال مهم يا سي عمر، وأنا بدوري نحب ننقله ولا بد أن ننقله، لأنه الشارع التونسي والمواطن التونسي يتساءل عن دور مؤسسة الإفتاء اليوم في تونس في مثل هذه الظروف اللي تمر بها بلادنا، وخاصة أمام هذه الاغتيالات وأمام ما يسمى بالجهاد عند البعض. هل يدخل القتل، قتل النفس البشرية، تحت عنوان الجهاد؟ ما هو دور مؤسسة الإفتاء اليوم في مقاومة التكفير وفي مقاومة المرور من التكفير إلى التقتيل؟ وكيف نستطيع أن نحد من هذه الظواهر المشينة اليوم في بلادنا؟ هذا السؤال حبينا نطرحه خصيصا على سماحة مفتي الجمهورية الدكتور حمدة سعيد، حتى يكون الإجابة دقيقة وواضحة، خاصة في مثل هذا الظرف اللي تعيشه بلادنا، هو ظرف تاريخي دقيق جدا، وخاصة أمام تداعي الأحداث الأليمة اللي نعيشوها من حين لآخر في هذه الاغتيالات. الإجابة كانت من سماحة مفتي الجمهورية التونسية كالآتي: من وجهة نظر إسلامية دينية لا يمكن أن يعتبر القتل، سواء كان الذي وقع بالنسبة للجنود الثمانية، أو بالنسبة للحرس الوطني، أو بالنسبة لغيرهم، لا يعتبر هذا في نظر الإسلام ولا في شريعة الله سبحانه وتعالى، لا يعتبر جهادا، بل هذا يعتبر تعديا على النفس البشرية، وبالأخص النفس البشرية المؤمنة. فهمتي؟ فهم داخلون تحت قول الله تعالى: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، بحيث لا يمكن لديننا الذي يحمل اسم الإسلام وشعاره السلام عليكم وعاقبة المؤمن دار السلام، أن يكون فيه ما يدعو إلى قتل النفس أو إلى إزهاق الأرواح أو إلى الاعتداء على الذات البشرية التي خلقها الله وجعل من حقوقها هو أول حق من حقوقها هو الحياة. فكيف بهذا الدين ينقلب لي؟ بالعكس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر ما دعا إليه وهو في خطبة حجة الوداع: إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه الظاهرة بأنها ظاهرة تطرف، وهي أخطر ما يكون على ديننا وعلى بلدنا وعلى شعبنا،
وعلى الأمة بأسرها بمؤسساتها كلها أن تهتم بإنقاذ تونس من مثل هذه الظواهر الشاذة والخطيرة. ورب إن شاء الله يوفقنا إحنا إلى العمل على إنقاذ تونس من هذا. معناها على إحنا تركنا مثل هذه الظاهرة والحديث عليها وتوجهنا للحوارات اللي إن شاء الله معناها تنتهي إلى وضع خطة تونسية، خطة حكومية، خطة معناها لجميع الأحزاب لمحاولة القضاء على مثل هذه الظاهرة. إحنا نعتبر أن من قتل من هؤلاء الجنود ومن هؤلاء الحرس هم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، ونعدهم بإذن الله تعالى من الشهداء، وندعو لهم فهمتي بالترحم وبالمغفرة ذنوبهم، وأن يتقبلهم الله تعالى في الشهداء، وأن يجزل لهم العطاء، وأن يصدل، وأن يشمل عائلاتهم فهمتي بالصبر بالسلوان حتى يثبتوا. والواقع أن أمثال هؤلاء الذين قتلوا والله لا أعتبرهم إلا منارات في تونس، معناها انتهوا كأجساد، ولكنهم كجنود وكأناس أخلصوا لله وأخلصوا لوطنهم هم إن شاء الله معناها سيعيشون في قلوبنا وسيخلدون في ضمائرنا. الإجابة دقيقة من سماحة مفتي الجمهورية حول دور مؤسسة الإفتاء اليوم في مثل هذه الظروف اللي تعيشها بلادنا، واللي لابد من أنه تكون المؤسسة حاضرة بترسيخ معاني سمحاء اللي هي في الأصل في جوهري وفي روح الإسلام، أنه نحمي أنفسنا ونحمي الآخر وندافع ونذود عن حرمة النفس البشرية كما ندافع عن أنفسنا جميعا. مشاهدين أنتم في بث مباشر من زدني علما على قناة القلم اللي يسعدنا فيها تواصلكم، ويسعدنا خاصة تفاعلكم الكبير اللي قاعدين نتلقوا فيه من مكالماتكم الهاتفية اللي تحب تكون موجودة معنا في البرنامج، ومرحبا بها في تفاعلها مع موضوعنا ومع الأحداث اللي تعيشها بلادنا. التليفون موضوع على ذمتكم كما هو في الشاشة 74 600 21 607. ونمشي أخونا محمد رمضاني من القروين. على السلامة سي محمد. أخي بارك الله فيك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا بارك الله فيك يعني على هذا البرنامج ونشكرك وجزاك الله كل خير. بارك الله فيك. هو القتل يعني في الواقع يعني جريمة نكراء يعني تنكرها كل ربي سبحانه وتعالى يقول في الكتاب: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا تجد يعني وعيد في القرآن مثل هذه الآية، لا تجد وعيد في جرم مثل هذا الجرم في هذه الآية. ثم قال المولى عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم هذه الآية مسألة قتل النفس جعلها المولى عز وجل بعد الشرك بالله يعني لبشاعتها. ثم في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قال: فعرفنا القاتل فما المقتول يا رسول الله؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني: ولا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. ثم قال الرسول يعني في مسائل الشرع النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدد لنا يعني نصوص في القرآن يعني مسائل كثيرة. نعم واضح يا محمد، أن النصوص حاسمة وواضحة بالنص الصريح سواء كان من النص القرآني أو من السنة اللي تمنع انتشار هذه الجرائم. مع الشكر والتحية أخويا محمد، لأنه نحب نفسح المجال ونترك الفرصة لمكالمات هاتفية أخرى معنا في الانتظار. سي عمر، هل يعتبر اللجوء إلى القتل إلى التعنيف إلى سفك الدماء، هل يعتبر الحل الأنجع اليوم
في ما يمكن أن يطرأ من خلافات أو من اختلافات العقدية والسياسية والاجتماعية. يلترى أنا اختلف معك في الدين ونختلف معك في تصور للدين ولا في تصور اجتماعي أو في تصور سياسي لنظام الحكم، يخليني نلجأ إلى القتل وإلى سفك طبعا الدين. لا طبعا لا، هو لماذا كرمنا الله سبحانه وتعالى وبماذا كرمنا؟ كرمنا نعم. بالعقل، وفي القرآن الكريم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. فهنا ثم توجيه قرآني للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام ولكل المسلمين بأن تكون المجادلة بالحسنة باللين بالدليل وأن يكون هناك تمشي. ولو عدنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية لرأيناه صابرا محتسبا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ومعولا في ذلك على الوحي وعلى ما أتاه الله سبحانه وتعالى من حكمة. لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه من أجل نشر الإسلام، لأنك لو أرغمت إنسانا على فكرة خلقت منه منافقا، ولكن الدين والفكرة مجال الاقتناع ومجال المقاربات، لذا فالسيف والتهديد والقتل لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة. وهنا معنا حتى لو كان نرجع إلى الأعمال هذه، النبي صلى الله عليه وسلم قال معناها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. الآن جميعنا كلنا يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما الغاية من هذا القتل والاقتتال؟ من الرابح في النهاية ومن الخاسر في النهاية؟ لا شك أننا جميعا خاسرون، ولا شك أنه لا أحد يربح من وراء ذلك إلا هذه الأيد الخارجية. وبالتالي لابد من أن نفهم الدين، ولابد من أن نفهم الواقع فهما صحيحا، ولابد من مقاربات. وكما قلت هنا معناها شخصيا أطلق صيحة فزعا، معناها علينا جميعا أن نهتم بهذا الموضوع الذي فات الحد. فهنا ربما حتى الأستاذ منذ حين يتحدث عن الإعدام كعقوبة. نعم. نحن لا نريد قتلا، ما نحبوش نوصل القتل، معناها سواء فيه إعدام ولا غير إعدام. هو ربما الإعدام نتحدث فيه على عقوبة، لكن الإسلام يربينا على عدم القتل وعدم الاعتداء. فهل من معتبر وهل من متعظ وهل من واقف على ما في هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة حتى ننتهي عن هذا الفعل الشنيع؟ نعم، نواصل مع المكالمات الهاتفية. مشاهدينا خونا الهادي هماني من صفاق، سهلا وسهلا بك سي الهادي. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. أرواح شهداء الله يرحمه، اللي ما هم الشهداء احنا توا نشوفوا شهداء سيدي علي بن عون، شهداء بلاط، ونقبلهم شهداء نتاع شعامبي الله يرحمهم جميعا. كل شيء كفيفتي ممثل على شبكة التعاون بالشاقف، ندعو عضو الجمعيات اللي تأثرت باللي صار اليوم الوقفة التضامنية مع رجال أمن الشرفاء. إن شاء الله تنطلق الوقفة هذه الساعة 10 صباحا في اتجاه إقليم الساقف من أمام مسجد اللخم. بالنسبة لل معناتها نشاطر الإخوة اللي في البرنامج اللي طرقوا للموضوع من أنه تجفيف المنابع هو خاصة اللي وقع في عهد بورقيبة واللي بعده جاء تشتيت المنابع في عهد الفار بن علي. هذه النتيجة تنجم تكون أنه استهواء المتنطعين والشباب المتحمس هذا معناتها مقبول، ومعالجتكم للظاهرة هذه هي معالجة يلزمها من طرق الموضوع هذا من البذاء، وأنه انحراف الفكري هذا يلزمنا نعالجه. أما نستغرب أنه اختزلت الإشكالية في الانحراف الفكري، وما في البرنامج لاحظت أنه ما تسألتوش على التزامن الاختيارات هذه مع الاحداث السياسيه اللي قاعده تدور في البلاد. معناتها فما سؤال هنا هو الاستاذ محمد الفقي اذا كان تبعتنا جيدا قال راهو هذه المساله خاضعه الى اختيار من اطراف اجنبيه، وقال انه الاختيار لهذه المواعيد هي مقصوده، وقال تزامن هذه الاحداث الاليمه مع فتره دقيقه تعيشها بلادنا راه له مبرراته في مستوى ما هو سياسي. هكا جاء الفكرة على لسان الأستاذ محمد الفقي إذا كان تبعتنا كما ينبغي. أما بصراحة التوجه نتاع الحلقة كاملة
مركز غالبا على الموضوع نتاع معناتها الانحراف الفكري نتاع الشباب واللي هو نسبيا موجود. لكن اليوم اللي وقع انت اليوم في تونس شنو تعتبره اليوم من الاغتيالات اللي شملت شهدائنا من الحرس الوطني على ايادي ناس مسلحه، شنو تعتبره؟ انا نعتبره نتيجه صراع سياسي اللي فما انخراط يظهر لي اللي قاعد يتبعوا في المواقع الاجتماعيه لاحظوا انه فما اختراق المجموعات اللي تعتبر روحها مجموعات جهاديه، تحس انه هذا الاختراق هذايا فما معناتها كما نقولوا اجنده وفما اوامر تتزامن كلها مع الاوقات اللي هي حساسه وتحس ان البلاد مش تبدا تشوف فيها النور ومعناتها تتحل الاشكاليات وفما توافق واللي فما الرؤيه تولي اوضح. كل ما تزامن كل ما نشوفوا ان الرؤيه مستوضح كل ما نلاحظوا انه فما اطراف اخرى تدخل على خط. هذه الاطراف سبحان الله هذه اللي البرنامج كامل مركزين على الاسلاميين، انا من لاحظ من تصور حتى اسلامي يوصل بفتوى او ما سمعنا حتى فتوى في هذا السياق لا محاله انه يوصل يستبيح دم جندي من جنودنا، ما خاصه في الوضع الراهن. الافكار هذه تحسها ما هيش افكار معناتها بخلفيه دينيه، هي بخلفيه سياسيه بامتياز. نعم واضح تدخلك، مع الشكر والتحيه خويا الهادي. شنو هو الحل الانجح حسب رايك انت لتفادي مثل هذا السلوك سي محمد اذا كان نحب نبحث عن حلول لتقليص الجرائم اليوم في المجتمع من وجهه نظر قانونيه؟ والله كان مش ناخذوها من منظور تقليص الجرائم في المجتمع التونسي بصفه عامه من بدايتها الى نهايتها، او مش نحاولوا نركزوا على ما هو ما بصدد يعني البلاد فاش قاعده تعيش تو. يعني بالنسبه للحد من ظاهره القتل يعني راهو كان مش ناخذوه من منظور اجتماعي ساعه من باب المجتمع كونه اعتد جريمه قتل من بين افراد ماهوش من اطراف ارهابيه او من مجموعات ارهابيه، مش يعزل هنا مش نرجعوا الامر انه السلوك هذايا راهو عنده نتائجه، عنده الاخلالات النفسيه والاجتماعيه والاقتصاديه وجميع العوامل هذه تؤدي الى ارتكاب الجريمه. وبالتالي يعني هذا ما يكون يتم الا بالتوزيع العادل للثروه. يعني وقت اللي الانسان يعيش في بيئه سليمه في مجتمع تواصل، يعني ساعات في الفرد يلقى روحه ايزولي على المجتمع يعني منعزل عن المجتمع، ما تلقاوش كانه انيوري تموت بهم. واحنا المسلمين معروفين بالاحاطه، مثلا جاري نسال عليه ندق عليه فعلا. ما خلوش يبات بلاش القيم السمحه هذه الحقيقيه فعلا الاسلام تخلي أي. الانسان يعيش كانه في وسط عائله كبيره، حتى كان يفقد الام ولا ابوه باقي المجموعه الكبيره تحيطه بالرعايه. هذيك علاش المجتمع يعيش الفرد يعيش مستقر نفسيا. نعم. بينما اذا كان تو خاصة في المدن الكبيرة لا تلقى شكون يسأل، لا تلقى شكون يدق على دار، لا ماكل لا شارب، الفرد يلقى روحه منعزل، خاصة لزيز دياف هذوما اللي يعيشوا البرة تو عنا في 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 تونس ما شاء الله ناس يعيشوا البرة لا عندهم لا حتى سند، لا دولة تسندهم ولا تسأل عليهم ولا تعطيهم ولا تتصرف عليهم، معناتها بصيف تدفع الى ارتكاب الجريمه. اذا فما بعد اخلاقي وبعد تنموي تراه لابد ان يترسخ سي محمد حسب اللي فهمته من كلامك، وهذايا من شانه انه يقلص من الجريمه ويقلص من السلوك العنيف المنتشر في المجتمع. نواصل مع التليفونات مع اخونا علي من سوسه. اهلا وسهلا بك سالي. السلام. مرحبا بك سالي. السلام. مرحبا بك مرحبا بالحضور معك. شكرا. خويا ترحم شهدائنا الحرس الله يرحمهم جميعا وجيشنا الوطني الله يرحمهم جميعا. ويا اخي المشاكل هذه راهي كلها سببها الاحزاب هذه اليوم. احنا عندنا في سوسه اليوم لمين الاغلبيه الصغيرات نتاع سكايل نتاع ليسيات نتاع مشاكل، والله شيء غريب فهمني. تمويل من الخارج وقال شنو قال زيادي فاش جا هذا؟ فاش الجهاد في في في, في خوانك ولا ولو الجهاد مفروض علينا احنا الجهاد احنا حتى الواحد خارج من داره باش يخدم هذاك كله جهاد، لكن انت كيما الجهاد بالقتال جهاد في خوانك بني عمك بني جنسك بني جلدك علاش؟ علاش؟
نعم. هذه الأصوات نعتبروها وجع القلب التونسي اللي قاعد يصدر بتلقائية وعفوية، وكل ما يلاحظ من سفك دماء في أي شبر من تراب الجمهورية ومس أي عنصر من عناصرنا، سواء كان اللي قاعدين يذودوا عن حرمة الوطن وإلا الناس اللي هما يحبوا كما قلت يدافعوا عن بلادهم ويدافعوا عن حرمة بلادهم، فهذا السلوك مرفوض ومشين تماما يا سعلي. مشكور على التدخل، مع التحية والتقدير سعلي من سوسة. سي عمر، الحل الأنجع اليوم كيف نتعامل مع مثل هذه الوضعيات اللي لابد من أنه نحدوها ولا بد من أن ننقلص منها حتى لا تتفاقم الجريمة مستقبلا؟ هو الوضع معناها فيه تعقيدات كبيرة ياسر، لأنه سي محمد اللي ينظر نوعية السلاح اليوم مثلا وزارة الداخلية تخبر على أنواع من الأسلحة اللي هي ربما داخلة من الشقيقة ليبيا، والناس هذوما المدربين اللي قادرين باش يقتلوا 7 في مقابل 2، معنا تقريبا الغلبة للناس هذوما، مما يخلي وأنه هذوما ناس مدربين، وربما المسألة ربما الاجتماعية اللي طرحتها أنت عندها وجهها، لكن لو كانت على المدى الطويل، لكن هذوما ناس كانوا في الخارج ودخلوا مدربين وعندهم عمليات وعندهم أهداف محددة. أكثر من هذا يعني اللوم على النخبة السياسية اللي تلهات فيها الخصومات وتلهات فيها التجاذبات، واليوم يؤسفنا وأنه الكثير من المعاهد التلامذة متاعهم يخرجوا في هالمظاهرات أو في أشكال الاحتجاج، الاحتجاج وحرية التعبير حق مكفول للناس الكل، لكن هالصغار هذوما اليوم ربما من عمر 10 و12 و17 سنة، معنا كما جابوه في بعض ما ثماش 10 ما أكثر منه، ثم حافلات في تونس معنا بلا 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 مراقب بلا سند، وهالتجيش هذايا هذا كله بعد لو كانت تصير حاجة باش نقولوا لهالتلامذة وش نقولوا لمجتمعنا؟ فنقول أنا ثم لازم تكون ثم مواقف رصينة، ويلزم يكون ثم بالفعل كي نقولوا حوار وطني، احنا مستحقين الحوارات، احنا مستحقين الحوار في الاخلاق ومستحقين الحوار فيما يتعلق بالقتل ومستحقين الحوار في الحقوق والواجبات، احنا حتى المسائل البيئيه في حد ذاتها تحتاج الى حوارات. احنا اليوم مساله حتى المساجد، اليوم الكثير يطالب بتكميم الافواه داخل المساجد، يقول لك شبيه من الائمه ما يتكلموا كان على الجهاد والجهاد والجهاد، راهو الجهاد في نظرنا في نظري انا ربما بالجانب الشرعي كما تفضل سماحه مفتي الجمهوريه منذ قليل، الجهاد راهو دعوه الى العمل، والجهاد دعوه الى التضامن، والجهاد دعوه الى طلب العلم. اليوم انا نقول للشباب في تونس، للكهول، للشيوخ، للنساء، للرجال، راهي معركتنا مع الفقر، مع التنميه، مع التهميش، معركتنا في ارساء العداله الاجتماعيه، معركتنا في التصدي للارهاب سواء كانت عنده اسباب سياسيه او اسباب ايديولوجيه، والمعركه هذه ما نجمو نحلوها الا بالحوار وبضبط الخطط والبرامج وبالتفاعل معناها المطلوبين. نعم، مشكور جدا سي عمر على التفضل بحضورك معنا اليوم في الاستوديو، بارك الله فيك. شكرا ايضا للاستاذ محمد الفقيه، انسنا بحضوره اليوم في استديو زدني علما، مشكور على التوضيحات القانونيه اللي قدمتها لنا. مشاهدينا ايضا حاب نعتذر للمكالمات الهاتفيه اللي بغزاره اليوم حابه تكون حاضره معنا تفاعلا مع موضوع حصتنا زدني علما، ومره اخرى نترحم على شهدائنا الابرار البواسل في معتمدية سيدي علي بن عون من ولايه سيدي بوزيد من سلك الحرس الوطني، ربي يرحمهم وربي يتغمدهم ان شاء الله برحمته. شكرا لكم على حسن المتابعه، ونلتقي معكم في بلاتوات اخرى من زدني علما تفاعلا مع ما تعيش بلادنا من وضعيات وكذلك ظواهر اجتماعيه اللي هي موضوع على ذمتكم، فمرحبا باقتراحاتكم ومرحبا بكم دائما في زدني علما. شكرا والى اللقاء. الزيتونة تكافل، مبادئ نتقاسمها.